شكراً كتير لكل حدا فيكن، بهدي هالنجاح لكل عائلة يا زبالو، ولهيك أنا بتشكركن واحد واحد، تانسيل، سيفال، تيمور، شكراً كتير إلكن. إيه وكمان بدي أشكر إرهان يلدرم على دعمه لألي، كان له فضل لشركة يا زبال وقدم لنا مساعدة كبيرة، فأنا بتشكره من كل قلبي كمان. وبهي المناسبة حابة أعرفكم على حدا من عيلتي، أختي سينيم كورا سلام. من اليوم ورايح سينيم رح تشتغل معنا، رح تاخد دور كبير ومهم بالشركة وتحمل عني كتف بيا زبال. أنا متأكدة إنه رح نعمل شغل حلو كتير مع بعض. أنا حبيت كتير اتحاد قوة بنات كورا سلام، بتجننوا. حتى أنا تفاجأت مرت أخي. وأنتي كمان عم تنجحي منيح بشغلك هاد. أختي دائماً ناجحة يا بيجو. قديش حلو إنه أنتوا الإخوات الثلاثة رح تشتغلوا مع بعض. أنا كتير فخورة فيكن. بما إنه عم نحكي عن الإخوة الثلاثة، وين أخوكن يا ترى؟ ليش تركن بيوم مهمة الهاد؟ تون جاي صار عنده شغل ضروري. تيم، بدي أعرفك على أهلي. ماما بدي أعرفك على حدا مهم بالشركة، تيمور أتاي، شريكي الجديد. أمي وبنفس الوقت أكبر شريكة لشركتنا. شرفت فيك. وأنا كمان. بيغوم، مرت أخي. تشرفت بمعرفتك. وأنا كمان. نيالي اللي بدها تاخدك. وهي صغيرة العيلة، سينيم، تعرفتوا على بعض. قديشك حدا عظيم، أنا متأكد إنك فخورة ببنتك وإنجازاتها. إيه كتير. يلي اكتشفتوا إنه الجمال عندكن بهاي العيلة موجود بالجينات الوراثية. يا عيني، ما حدا يحكي عن الجمال بوجودك. أنا تشرفت بمعرفتكن كتير، وبدي أطلب الإذن هلأ. ضلوا بخير، بشوفكم. شكرا. ايه، شوفي عنا اخبار جديدة. سبيل، بنتي في موضوع مهم كتير لازم احكي معك فيه ضروري. ما حكيت لك سينيم عن زواجها من ظفر؟ ايه حكيت لي. لك حكينا بالسيرة كتير، ممكن نسكرها؟ لا حبيبتي، ما رح نسكرها، بدي احكي. انتي صدقتيها؟ شو بدنا نعمل، نحكي مع المحامي؟ هاي البنت أكيد عم بتخبي شي، بلكي بتكون قالت لك ليش هيك عملت. أمي ما تعبتي؟ لا بنتي ما تعبت. سيبيل يلا حكي لك شي كلمة. إجا الصهر يلي ما حدا طايقه. عائلة كورا سلام الحلوة، كيفكم؟ لازم أحكي معك ضروري. يلا. أوكي. أنا بعرف أنت شو عم تحاول تعمل. شو عم تحكي أنت بنت حماي الغالي؟ شو اللي عم حاول أعمله؟ ظفر اطلع فيني منيح. أوعك تحاول تقرب من سينيم أو تلمسها أو تزعجها، فهمت؟ هي هي القصة. على فكرة نحن زوج وزوجته، وكتير منحب بعضنا، يعني بظن إنه سينيم خبرتك ما؟ قديشك مقرف يا؟ أصلاً كل شيء بحياتي عم يمشي بالمقلوب. لا تخليني أتفشش فيك هلا. شو بك يا عصفورة؟ شوفي، مين زعل بنت حماية؟ قولي لي إذا إرهان أنا بعرف كيف ربي لك إياه. ولك حاجة تلعي، لعي ماله طعمة، ما فيك تكون جدي شوي يعني؟ إذا بتزعلها لسينيم، ما بتعرف شو بعمل. أنتِ ما تخافي أبداً، هذا شغلي أنا. معقول يعني زعل مرتي؟ مستحيل زعلها، أنا بوعدك بهذا الشيء. كون رجال حقيقي أول.
بس إذا بتعمل لها شي صدقني رح تلاقيني قدامك. أوه يعني هيك ماشي. حابة تقولي شي تاني؟ قديش وقحة هالبنت يا؟ تعرف إنه أنت معي وعم تتصل فيه؟ شبكي إليف أنت منيحة؟ أي منيحة، مغصت شوي بس متأكدة؟ منيحة، منيحة حبيبي منيحة. بكرة رح نروح على المشفى، ما بدي أي اعتراض. ليش؟ بدي أسمع من تم الدكتور إذا أنت منيحة ولا لا. ما في داعي أنا إليف، ما بدي اعتراض، بدي اطمن لو سمحتي. كأنه ما انحلت القصة اللي مضايقتك، لأنه باين عليكي إنه متوترة. لا أنا كتير منيحة. لو سمحتي سيبيل، أنا ماني أعمى. تمام، أنا متضايقة شوي. إيه نحن صرنا شركاء، ليش ما عم تحكي لي؟ شكراً كتير، بس عن جد ما في شي مهم ينحكى. ماشي، أنا عندي اقتراح صغير إلك. اقتراح بخصوص شو يعني؟ تيجي معي على ألمانيا، خلينا ننقل يزابيل على أوروبا، شو رأيك؟ بصراحة عن جد فاجأتني. أنت مانك مبسوطة هون سيبيل، الكل هون عم يزعلك. تعالي معي ومنبلش حياة جديدة. هذا اقتراح لطيف وحماسي ومحترم من حضرتك، شكراً إلك، بس أنا هلأ ما فيني أترك كل شيء، يعني كل حياتي هون، عائلتي وشغلي وحبابي، شركتي هون كمان. كرمال إرهان مو هيك؟